السلام عليكم حبيباتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا بصحه جيده نتوما وكل عزيز غالي عندكم، وجمعه طيبه. ولفتوا ضاعت صعيبه يا البنات، داك الروتين تاع رمضان كنولفوه وكنخرجوا منه، ما كتبقى عاجبنا لا نطيبوا ولا نديروا حتى حاجه. ولكن اليوم غنوجد معكم واحد الكوتي وواحد الغدا، داكشي اللي عندي في الثلاجه حيت باقا ما تقديتش. ولكن اللي زوين زوين في هذا الفيديو، غندير معكم واحد المخان فراوله، خبز الماوي، ولكن شي حاجه احسن من هادو كاملين. مذقه البطبوط والبغرير والسفنج بدقه واحده وبجوج معلقات ديال الزيت، خطير خطير وزوين، وكيجي مسفنج من الداخل وفن، وبلا بيض وبلا حليب، اقتصاد هو هذا. المهم نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. من بعد ما كملت العجينه عجنتها، ما بقيتش كنعجنها بدات الكروشي الصراحه، داك الاخر اللي كنعجن به دابا كيخرج العجينه زوينه بزاف. المهم ندوزو للغدا. الغدا انا قلبت في الثلاجه باقي ما تقديتش، تقديت الشهر غنشاركها معكم ان شاء الله، ومن داكشي اللي عندي غنخدم به. لقيت عندي هنا شي فخيطات ديال الدجاج كانوا عندي، غادي نديرهم ان شاء الله مشرملين بشويه ديال الدغميره ديال البصله، كيجيو زوين مع شويه البطاطا مقليه هكا. ندير شويه ديال الثومه، انا عندي هاد الغبره اللي من السما بالمعدنوس وداكشي، المهم اللي ما كانش غديروا الاخرى العاديه، تحطوا جوج الغوصه ديال الثومه. عندي هنا شويه سكينجبير، جهد واحد نص معلقه سكينجبير، عندي هنا واحد نص معلقه ديال الخرقوم، ربع معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال التحميره. عندي هاد العطريه ديال الدجاج، ماشي ضروريه غير الا كان ديروها، غادي ندير تقريبا نص معلقه ومليحه، ما غاديش ندير كاع ربيع، ربع هنا غنديرو في الشرمولة دغميرة زعما. وغنعصر هنا واحد الحويمطة نص حامضة صافي، وغنشرمل هادو، غنخليهم مشرملين، نخليهم يتشرملو ويترقدو، غندوز نطيب واحد الكيكة بغيتها للعشية. بما أنني مشعلة الفران لحال الخبز، نحيدها ليا دابا، ولكن غتعجبكم. داك النهار درتها بالكراميل وكاع ما شاركتها معاكم، ودابا غتكون بواحد الطبقه ديال الكريمه ديال البنان. المهم نفس الطريقه وكل شيء، غير غتعوضوا فلون ديال البنان بفلون ديال الكراميل، صافي هذا هو الفرق. خليه مترقد ورجع معاكم. صافي يا البنات، دابا غادي ندوز معاكم الكيكه. انا غادي نخدم الكيكه وغادي نزرب الفيديو باش ما يجيش طويل، ولكن غنعطيكم المقادير. عندي 4 ديال البيضات، ها هما جبتهم مع الصباح من ينط. عندي كاس ديال ياغور ديال البنان، ها هو، وعندي غير نص كاس تاع الزيت وكاس تاع الحليب. هنا راه خديت ياغور ديال البنان، ولكن ما لقيتش الفلون ديال البنان، لا لقيتو نتوما يكون من الاحسن، انا ما لقيتش قلبتي وما لقيتوش. صافي هادشي اللي كاين، وغندير جوج خمارات، هادو هما المقادير انا غنبدا نخدم فيهم، وانتوما غادي تشوفوا معايا الفيديو. صافي من بعد ما كملت غادي نديرو هنا هي، ونزيد الطحين اللي باقي. ساهله هاد الكيكه، وعاد كتجينا كتجي زوينه بزاف. ها هو الكاس الثاني دابا هنا، الكاس الثالث، نغرب النص ونشوف. انا بالنسبه ليا المر عندي كبير، اللي عنده المول صغير ينقص المقادير. وبالنسبه لهاد الكيكه راه كتجي في المولات العاديين، غير كما تنقولوا حنا دهنوا بشويه د الزيت باش ما تلصقش لكم ديك الطبقه ديال الفلون. هكا تحيدوا عليكم الشغل في الصباح باش كترتاحوا شويه، اللي عنده شي كاين شي ماريو يتجبد طوايله، كان شي عطاني كنت باغا نطلع نصب شي ماند تنشوف فيه سالي. صافي بركه، شفتوا هذا هو الجهد اللي درت 350 غرام، ثلاثه الكيسان ونص ديال الطحين، غنطلعهم مزيان نطربهم مزيان ونزيد لهم جوج خمارات.
والخماره حتى هي نغربلوها. انا غندير هنا قياس جوج خمارات صافي. غندهن المول، انا ما كنسخنش الفران، كنديروها البنات في الفران بارد وكيعطيني نتيجه زوينه. وغنديرها على غادي نديرها على 160 150 درجه، نخليها تطيب على خطره. ما تخليوش الكيكه تطيب بزاف تتحمر، الا تحمرت بزاف كيجي الداخل ديالها محمر. غير تبان لكم الذهبات صافي حبسوا، باش تجيكم ديك الكيكه الصفراء من الداخل كتجي واحد اللوين زوين. بسم الله. هانتوما البنات كنخوي فيها وهي خفيفه، كنحس بالكيكه خفيفه. واخا تبان لكم مطلوقه ما تبقاوش زيدوا الطحين باش تجيكم ما تجيكمش مدقصه وخايبه. صافي غنديرها كما قلت لكم على 150، نخليها طيب. انا غنشوف شاخذات ليا في الفران، انا غنديرها في الفران تاع الضو. صافي غنديرها طيب ورجع معكم. غادي ناخذ البنات غير هاد المقله العجيبه صراحه زوينه كتعجبني في الطياب ديالها. غندير فيها شويه الزيت وهي اللي غنطيب فيها الغدا. صافي غادي نقطع البصله. سولتونا البنات على هادي، هادي الصراحه ما شريتها، جابتها لي اختي وزوينه عجبتني في البصله. مازالت الربيع، لا الربيع خصو يكون ناشف ما كتقطعوش مزيانه، ولكن الثوم والبصله كتسحقهم ما نقولش ليكم. بسم الله. صافي غندير عليهم واحد البصيله، بس بصله كبيره باقي نص ساعه غادي نزيدو مزال غير مثل ما سمع. انا غبوح دينو هاي الا ما كاينش في المدرسه كتبقى مبقيت بين المدرسه شنو كنقول المدرسه ديال الدراري الصغار. المهم انو هاي الا مشات تقرا كاين غبوح باقي الماء عندي كيتسناوني كاين بشويه عليا. نرد بعدا الغدا هو الاول وخبز الخبز وعاد نغسل لامي هناس والطاري اللي ما دلكتهاش دابا مورا غدا نسيقها حتى نتغدى تحيد لي ريحه القليان وكلشي. صافي نخليها نسد عليها دابا ونخليهم يطيبوا، حتى يطيبوا الفخيطات نحيدهم، عاد نزيد شويه الزيتون ونزيد المصير ونزيد الربيع البصيره باش تجيني مريقه مضيغمه. هانتوما يا البنات الكيكه قداش جات، جات من فوق راه بردات، خرجتها قبيله من الفران عرفتو خفيفه ريشه ان شاء الله. صافي راه بردات اصلا، دابا نقادها ونحلها وتشوفها كي جات من الداخل. من هنا غتبان لكم كيفاش دايره، شفتوا نخليها غير بحال هكا حيت هادي من خارجه كتبقى تبقى التوازن تاعها تبقى تلعب. صافي الخبز تقريبا طاب، كنقلي في البطاطا ورميت هذوك الدجاج في الفران باش يكمل طيابو ويتحمر في نفس الوقت. ما كنطيبوش مزيان سوا هما سوا الجنيوحات. غنصيغ الكوزينه والدار تاع نتغداو ومشي ليها، ما كنحملش نتغدى هكا في الدنيا تكون مسخه. غنصيقها ونرجع معاكم. واحد المش عندي صغيور ديال كتربيه ما ولف النعاس على اليد ما بقاش بغي ينعس بوحدو، وعاد بارك حدايا في الكوزينه وراه صغير يلاه عدو يلاه في 300 غرام عنده شي شهر شي شهر وشي حاجه مسكين. صافي غادي ندير شويه الفريز عندي في فريكو، هذا واحد البنان حتى هو في فريكو. صافي غادي ندير شويه ديال التفاح وغنعصرو غير بالماء، ما عنديش ندير كاع عصير الليمون. وغنشوف شي ليمونه هي اللوحه هكا طروفه ونعصرو كيجي فن هذا العصير هكا. صافي البنات هادو راه درتهم في الفران كما قلت لكم، غادي نحط واحد واحد زعما ثلاثة ونخلي هنا جوج. اللي ما حاضرش راه ما نحطش ليه دابا، اللي ما حاضرش ما ياكلش، اللي ما حاضرش ما ياكلش، لكن اللي ما حاضرش كيبي صايم نخليو كلشي حقو. مالنا المريقة خليتها شي شوية هاكا ما عقدتهاش بزاف حيت هي معقدة ديجا ما خليتهاش البنات عاقده حيت عندي فيها التفران باش واخا يبقى لي شويه لاصوص. ولكن شوفوا راه درتو خيطه، شوف واخا ما عقدتهاش راه معقده معقده معقده، ديش كلمه معقدش في هاد الوقيته. صافي درتها الله يسير، ما عنديش مطيشه باقا الخضره ما كايناش في السوق. السوق كيفاش باقا؟ انا ديبانيت بداكشي اللي عندي يا البنات، داكشي اللي عندي هو باش ديبانيت. وصافي درت مريقه زوينه. صافي هذه هي مريقتي، هذا هو غدايا شاركته معاكم. بقى واحد القليل مخلياها بالنسبه اللي خليت لي حقه، وها العويصه نوريه لكم. هانتوما شفتوا البنات المريقه كي جات، شوفوا اللويين تاعها راه كتجي فنه.
ديروها بالجناوح، ديروها بالفخيضه، ديروها بداك الفخاض الفوقاني، المهم كتجي فنه. هذا الخبز انتما كيتيجي. بغيت غير نقول لكم بالنسبه لهذاك الثاني باش عجنت انا، دابا نوري لكم عن قرب، كيطلع العجينه احسن من الكروشي، غير هو راه ما يبغيش العجينه قاصحه، تكون العجينه مرخوفه، الا كانت قاصحه راه يخسر لكم او لا تخسر لكم العجانه. المهم انا قلتها لكم البنات، ما ديروش العجينه قاصحه وتعجنوا به، غير هو راه عجينته زوينه احسن من الكروشي قلت لكم. هذا العويصر ديالنا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من السواد. نتغداو ونمشي نجمع البنات الدنيا ونحك الدوش ونغسل ونشطب، وعاد نرجع ان شاء الله ندير معكم نكمل معكم الكيكه وندير معكم المخنفره ان شاء الله. اللي كما قلت لكم ما هي مخنفره ما هيش فنج، المهم كتجي زوينه بزاف. يلا شنو نتلاقاو، سمحوا لي على الشع ديال الضو، كما قلت لكم اليوم ما كايناش الراحه حيت ما كايناش شنو، هنا غنشقى. يجي عندي واحد ولد خالتي يكون على الاقل موجده غير شي حاجه نقودي. هنا عندي جوج كيسان الماء، الماء دافي جاي البروديه حيت عندنا السميده، السميده كتخسر الا كدنا الماء سخون كتخسر. غادي ندير جوج كيسان الماء، عرفتو مقادير بسيطه وكاينين في كل دار. غادي ندير كاس تاع السميده رقيقه الخاصه بالبغرير، هنا غادي نعبر كاس تاع الدقيق الفورص اولا الفرينه اللي بغيتو. بالنسبه للكاس اي كاس عبرتو به كملو به، عبرتو بزلافه كملو بزلافه، المهم يكون نفس الكاس اللي عبرنا به الحاجه الاولى اللي هي السميده ولا فورس نكملو بها. هنا عندي كاس تاع الفورس علقه ديال الخميره كبيره وعندي مليحه، غادي نضربهم في المويلينكس مزيان 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 وعاد نحل، عاد نزيد لهم خميره وحده ونخليهم يخمروا. نسيت واحد المعلقه في السكر، هي ما عمرش الفم كبيراش البنات، شحال ديال الماء غسلت حرام حرام، ولكن بقى ما رديتش الماء اللي كنجبدو في رمضان بقى ما رديتهمش، داكشي باش غسلت كلشي وحكيتهم، وغادي تجينو هاي لها هكا ترد ليا الفوق. صافي من بعد ما طحنتو مزيان تقريبا واحد جوج دقائق هكاك، غادي نزيد واحد الخميره. تقريبا بحال الخليط ديال البغرير، غير هو البغرير ما كنخليوش يخمر بزاف باش كيجينا مثقب، هادي غنخليها تخمر واحد نص ساعه تقريبا هكاك، على ما نوجد هذيك الكيكه نقادها وندوز لها هي نخبزها. هو ساهل بزاف كيطيب، وعندي واحد المقله زوينه دابا نشاركها معكم، كنت خديتها في رمضان وخدمت بها الصراحه، نتوما غتشوفوها معايا، درت بها هاد المخنفر تاع السعيده، هي كانت تاخذها من عندي دارت بها، عجبها بزاف مسربي وفي نفس الوقت بنين. دابا غندوز ندير واحد الكريمه زوينه لهذيك الكيكه، كتجي فنه والله كتجي غزاله. عندي هنا نص سترات الحليب، عندي هنا فلون من الاحسن كيما قلت لكم يكون ديال البنان، شفتوا بجع فوق قديم كاور. عندي واحد ثلاث المعالق ديال النشا، حتى النشا حتى هي تقادات ليا ان شاء الله نمشي نتقدم. هنا غندير السكر، السكر على حسب الطوق. صافي انا هذا غادي نردو فوق البوطه وما غنزقاش في التحرك حتى يتقال، ملي غيبدا يتقال غنزيد فيه الشكلاط ابيض وغنزيد فيه واحد الياغور طبيعي. بالنسبه لهاد المولى البنات انا مسحتو وغنعاود نمسحو، ما غسلتوش حيت نقي، وغندير واحد النقيطه ديال الزيت وغنمشيها على هادو كلهم باش ملي نسوس الكيكه تساس. بالنسبه لهاد الكيكه انا رجعتني عاليه بزاف صراحه، انا بغيتهاش بحال هكا، داكشي علاش غنشدها ونقص منها واحد شويه. شوف تبارك الله راه كتجي عاليه الكيكه، شوفوا كي تجي كتجي كلها مهويه وزوينه. ها نتوما شوفوا شتو الكيكه كي دايره، وجدوا كلشي حداكم، عاد حطوا هذه فوق العافيه، قطعوا الشكلاط ماشي بزاف واحد شويه شكلاط ابيض، ها هي بدات كتقال شتو يا البنات، ومسكاوش على التحراك باش ما تلصقش لينا في. ها هو شويه ديال الشكلاط الابيض ونحرك بالزربه. بالنسبه للياغورت انا غندير هذا وما غنديروش كله، غندير شي معلقات باش تجيني ديك الكريمه خفيفه. هنا غادي نزيد واحد شويه البافو شويه باش كيعطيني واحد النقيطات في ديك الكريمه زوين. بسم الله
هذه كتبغي دار في الثلاجه. شوفوا ها تقولوا الكيكه ماشي ديال ما خدمتهاش هنا. صافي غادي نبقى نقاد فيها ونديرها في الثلاجه ونرجع معكم. وغادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي واحد الاخت كتبات ليا في الانستغرام وكتبات لي في اليوتيوب وكتبات لي في الجيميل. المهم كتبت لي على حساب النيه، هي كدير النيه بزاف 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 وديما هاد النيه ديالها المقابل الغدر والنكران وبزاف د الحوايج. وقالت لي بغيت نعرف غير رايك، واش غنبقى غدا بالنيه ولا نحبس؟ قالوا الناس زمان دير النيه وبات مع الحيه. جاوبهم الناس اليوم، قال لي دير النيه وإلا طفرتي اجي حكر ليا. متفقه معاهم شويه ما نكذبش عليكم، حيت ناس زمان اللي كانوا قالوا دير النيه وبات مع الحيه، ماشي ديما كانوا الناس النيه بكري. دابا لا، دابا انت تقدري تمشي بالنيه ولكن واحد اخر كيحفر لك. ومع ذلك ما كان كما تنقول ديما ما كنوقفوش وكنقولوا لا الناس كلها خايبه، وما كنعموش وكنقولوا الناس خايبه. حتى انا اختي كندير النيه اقسم بالله، وراه الناس اللي معايا راه عارفيني. الا ملي كنصاحب مع شي حد كندير النيه وكنتشتت وكندفق عليه. كاين اللي كيصدق كاين اللي ما كيصدقش، بحال داك البطيخ كتجيبي بطيخه ما كتعرفيش شنو وسطها، بعض المرات كتجيك حلوه وزوينه، بعض المرات كتجيك باسله وكتلوحيها. حاشاكم البنات والله يعز مقداركم في الزبل. كذلك ومثال ديرتي النيه اختي ما لاقتش لك ولا ما لاقش لك ولا جيران ولا اللي بغى يكون، ما تعيش راسك معاه. وما كاينش اللي يستاهل، ما كاينش اللي يستاهل انك، لان من خلال هضرتك في الانستغرام يعني واحد الصوت اللي مقجوج بالدموع. سمعي اختي هذه المثله سمعي، قالت درت بكلام ناس زمان ودرت النيه ونعست مع الحيه، صدقت عضاني وخلات سما فيا، جاتني الضربه على غفله من الناس اللي عزاز عليا، وتعلمت ان النيه في هذا الزمان غير خطيه. ما ندير النيه في حد من غير والديا. احنا ما نقدوش، احنا واخا والدينا كيقولنا داك الانسان خايب ما ارتحيتش ليه، كنديروا داكشي اللي قال لنا ريوسنا. اللي غنقول لك تعاملي نص نص، وسيري على الراي ديال الامام علي عليه السلام. اش قال؟ قال لك ابدل لصديقك كل الموده ولا تبدل له كل الطمانينه. يعني غتبيني ماشي انا قلت لك كرهيه ولا غتبغيه ولكن ما تطمئنيش ليه. يعني كما تنقولوا حنا بالداريشه ما تحليش، ديما كاينه حدود. قال لك ابدل لصديقك كل الموده ولا تبدل له كل الطمانينه واعطيه كل المواساه ولا تفضي اليه بكل الاسرار. انا كنهضر بصفه عامه، سوى الرجال سوى العيالات، صاحبتي مثلا ولا جارتي ولا راه غنبادلها كل موده، بغاتني وقت الحزه هذه ولكن ما نطمئنش ليها كما تنقولوا حنا ما ندفقش ليها، ندير اتونسيو ديما. واحد صاحبتي ربيعه الله يذكرها بخير ديما كتقول لي واحد البيت هذاك ممنوع، مثلا قالت لي عندك بزاف د البيوت في دارك، واحد البيت تاعك خاص بك هذاك ممنوع تدخلي ليه الناس، هما اسرارك. الا جيتي تعاودي اسرارك كلها راه عرفي راسك، ولا كما تنقولوا حنا رقبتك في يدها، غير ما تمشيش معاها على الهوا ديالها وعلى خطها كتهددك بيهم. وغنقولوا الله يهدي بنادم. وانا قلت لك اختي باختصار وعطيتك امثله وباختصار، و بقاي هكا والله. شوفي والله ربي ما يخيبك، انت كديري النيه وغدا بنيتك والله ربي ما يخيبك. شوفي ديري النيه وهانتي غتشوفي غتلقايهم قدامك تيبانوا نهار على نهار، ما كيطولوش والله ما كيطولوا. غديري النيه وخلي خلي خلي الايام غتوريك، اسيري بنيتك كما انت غاده والايام غتوريك. غتقولي لي كيبقى فيا الحاكة تربي الكبده، ماشي مشكل ماشي مشكل تنتي، ربي الكبده على هذه ما لاقتش حيده من قدامك وربي الكبده وهكذا. غير هو بقى الواحد يدير اتونسيو صافي، حيت ماشي غير اللي يضحك لينا راه كيبغينا، وماشي ثاني اللي يضحك لينا ما كيبغيناش، لا راه الناس وطوب حجر. الحمد لله كاينين الناس زوينه بزاف والناس الخايبه قليله، وهذوك ضروري غنصادفوهم في حياتنا ضروري، وخاصنا يكونوا درس لينا، ماشي حنا نصادفوهم ويضحكوا علينا كما كما تيحسبوا هما انهم ضحكوا علينا. بالعكس راه هما ما ضحكوش علينا، هما راهم خسروا ناس كانوا كيبغيوهم. بالنسبه لبنات لهاد الاخت مسكينه كما تنقول انا، حيت تجرحت من شي ناس وعزاز عليها بزاف بزاف. انا هضرت معها في الانستغرام، قالت لي بغيتك تحطي في اليوتيوب في رمضان، ما بغيتش نطرق لهذا الموضوع في رمضان، قلت لي فوت رمضان. وهي بغات تسمع تاع ارائكم البنات، واللي عندها شي تجربه تقولها لينا باش حتى هي تشوف ان ماشي غير هي دارت النيه وما صدقوش دوك الناس معاها، راه بزاف الناس بزاف يداروا النيه. راه كاينين شي ناس انا كنعرفهم ما نقولش لكم اش داروا مع ناس
وفي الاخر وما عقلوش عليهم. وانا والله الا كنستغرب، يمكن ما تقدروش تتخيلوا اش داروا معاهم. كلمه صدقوش، يلا قال لك اللي لاق ليقو واللي ما لاق سيقو. يلا ناقص واحد ناقص مشكله، ما يبقاش فيك الحال اختي، والله ما يبقى فيك الحال. واش انت غتموتي ولا هو غيموت؟ غير هو كما قلت لك قبيله راه هو الخاسر، انت راك ما خاسره والو. يلا البنات نخليكم مع مخان فرتي الغزاله الفنه، ورجعوا للفيديو ديالنا، وسمحوا لي على هذا سمحوا لي على هذه الكلمه، وما تحسبهاش شي اخت كنهضرش عليك في التوطه في هذا الحال، حيت بزاف الناس عندهم هذه المشاكل ديال النيه وداك الشيء، سواء مع عائلاتهم سواء مع رجالاتهم سواء مع عائلاتهم سواء مع صحاباتهم. داكشي باش انا ما كنحشي الهضره لحتى حد، انا داويه بصفه عامه. وهانتوما خليو ليا في التعاليق البنات اللي داروا النيه وناسوا مع الحياه، وقولوا ليا اش طرا ليكم. يلا خليكم على الفيديو. بالنسبه للكيكه البنات ضروري ما تهزوها هكا من الجناب، شويه شويه هكا باش تساس معكم بكل سهوله. ديرا حبيبت نهيلة، نهيلة جات دابا غادي ما عرفتش شتينا شنو درت لك انا نهيلة، شتيناش شنو طيبت لك؟ شنو طيبتي ليا؟ اجي تتشوفي. لا 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 ماشي بالكراميل دابا تذوقي قولي ليا باش فوالا. شوفوا البنات لحقاش الكيكة كبيرة. عندي ما ندير داك النهار كانت الكيكة ما طلعتش بزاف، عرفتي واحد الكيكة اش نقول لك جات قدك المميلها تبارك الله عليك. حتى من ديك الكريمه جاتني قليله، انا المره فاش غير نسيطرو ما عرفتش اختي ما عرفتش مالها بدلتي خميره. جات تبارك الله بدلت لك ويلي غا درت الخميره غير ديال المغرب، نعمرها تاي ورجع معاكم باش تقطع هذا الشيء اللي كتموت علينا. وهيلا اختي تجغجيغه تجغجيغه تجغجيغه. لا بركه ولا نزيد اختي؟ نزيدها واحد شويه صافي. يلا شتي بركه صافي احسن كسكرو جيتي لقيتي. واه تيوجد البنات ونقطع معكم كيكة. بسم الله شكي طرارة. ايوا صافي البنات هذا هو الروتين ديال اليوم، سهلة، كنتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديو اخر. حطيت خبيه ديال الدار داكشي اللي بقى من سميتو وداكشي اللي كان ما حطيتش الحلوى حيت ما بغاوهاش. صافي كاينه الكيكه وانا عارفه من اللي كيحضر هادشي ديال الدهين ما كيبغوش الحلوى، يديروا الكوتي دابا. واكيد نهاري باقي ما سالاش، باقي تابعني الليل كما غندير حتى حاجه يا البنات. كنمش عليكم باقا شي حاجه عندي في الثلاجه غنسخنها والله يجعل شي بركه. هنا غنقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.